هلو استاذ عماد عوافي اجين. انا دائما عندي شغلات جديده وحلوه بصراحه، واعتقد هلا اول مره هعمل شغله انه اعطي وظيفه للجمهور يكتبوا لنا الوظيفه بتاعهم. يمكن تقولوا كيف؟ طيب كيف كنت تكتب الوظيفه؟ هلا في عندنا شيء اسمه كيف بنسال عن جنسيه شخص. بنقول طبعا هذا السؤال what nationality are you. هلا انا سيريان، بقول I am Syrian. هلا اذا واحد تاني، لا في منهم هدول ما لهم قاعده على فكره. انا لاحظت انه في منهم بياخذوا IAN، في منهم بياخذوا ESE بنهايتهم، هون بياخذ AN، هون بياخذ CH. يعني غريبه، يعني ليش بيقولوا مثلا هلا Egyptian مصري، Italian ايطالي، بس اذا كان ياباني بنقول Japan Japanese، والChina Chinese، والبرتغال بورتوغيز. هلا انا الوظيفه اللي بدي اياكم تكتبوا لي اياها تبعتوها انه شو البلد من هي، يعني ايجيبشن اصلا ايجيبت طبعا، لشوفكم حتعرفوها طلعوهم بالقاموس ما في مشكله، بس انتبهوا داتش اصلا نيذرلاندز هولندا او هولند، اثنين مقبولين. عندنا هي وات وير يو فروم او وات ناشوناليتي، بيقول لي ام فرنش اصلا من فرنس. انتم بدكم تطلعوا، ما دخلني. انتبهوا هلا السعودي هي بتنتهي بي اي، ما في حدا يعني ما في قاعده امتى اي امتى اي. ليكي هي ايريش ايرلندي، واليو كي المملكه المتحده بنقول هي از بريتش، اي ام بريتش. لشوفكم بتعرفون شو الدول من هي. ثانك يو.